مصر تستعيد 3 قطع أثرية مسروقة منذ 91 عاما. فقد سلمت وزارة الخارجية مسؤولي وزارة الأثار 3 قطع أثرية تم تهريبها من منطقة وادي الملوك عام 1927، وظلت مهربة إلى أن تم عرضها للبيع في صالة المزادات بمدينة نيويورك. من جانبها قالت هبة المراسي مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية أن القطع الثلاثة تمثل أجزاء آدمية محنطة عبارة عن رأس ويد، مشيرة إلى أن القنصلية المصرية تسلمت القطع الأثرية من وحدة مكافحة الاتجار في الأثار بمكتب المدعي العام الأمريكي فور التحقق من مصريتها.